تتواصل فعاليات النسخة الأولى من معرض مفروشة 360، المعرض الأكبر من نوعه على مستوى الدولة بمساحة 12 ألف متر مربع الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة وسط زخم تنافسي كبير بين أكثر من 50 شركة عالمية ومحلية. ضمن سلسلة معارضه السنوية التي ينظمها أو يستضيفها طيلة العام، ها هو مركز إكسبو الشارقة يقدم معرض المفروشات 360 في نسخته الأولى، والذي يوفر لزواره أحدث التشكيلات من الأثاث المنزلي والمفروشات وبأسعار تنافسية، حيث استقطب المعرض أكثر من 50 شركة ما بين العالمية والمحلية. المعرض هدفه الرئيسي اللي هو دعم انقطاع قطاع المفروشات في الإمارة وفي الدولة بشكل عام، ودعم الشركات الناشئة في نفس الوقت. زائر المعرض هذا بيحصل تنويع، بيحصل يعني عروض مميزة، بيحصل مفروشات يعني مناسبة على حسب الأذواق والأحجام والأشكال. يعني هذه فكرة المعرض، أن نحن في منصة واحدة نقدم فيها كل المفروشات. ويأتي معرض المفروشات ليدعم ويشجع عددا من الصناعات المحلية المتخصصة في مجال المفروشات والأثاث المنزلي من خلال إتاحة منصة واسعة للشركات المحلية لعرض منتجاتها والالتقاء بعدد من المصنعين في القطاع نفسه، كما يقدم المعرض خصومات وعروضا تصل إلى 80%. الأسعار فعلا في وايد أشياء صلع أن أنت ممكن تشوف وتستفيد، وأسعار زينة. يعني أنا أروح إيه، يمكن أنا جاي أزور السريع أروح، أنا باكر أبي الأهل عشان امتحانات وهالأشياء ما قدروا يجون، بس فعلا تحصل. أنا حصلت في أشياء، حصلت أنا يستاهل. وفعلا شيء اللي يبين، ممكن أنا أقول لكم في أشياء أنت تمر عليها يمكن دقيقتين ثلاث دقائق عقب تحصل أنه سولد، خلاص باع. كل شيء متوفر من يعني ادوات منزليه مثلا حق المطبخ، ان كان العاب، ان كان الكترونيات، حتى اشوف ما شاء الله موجود اثاث منزلي، صالون، يعني كل شيء يهم يعني ربة بيت او صاحب عمل، او يعني الحمد لله كل شيء متوفر امانه يعني. هذا وتساهم مثل هذه المعارض في تنميه الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وزياده الايرادات وتنشيط الحركه التجاريه وسياحه الاعمال في الاماره من خلال استقطاب عدد من موردي الخدمه العالميين والمحليين. يشكل معرض المفروشات 360 فرصة مهمة للزوار لاقتناء أفضل المنتجات وبأفضل الأسعار، بالإضافة إلى التعرف على حلول التصميم من خلال الالتقاء بمستشاري التصميم الداخلي. لأخبار الدار، وليد الأصبحي من مركز إكسبو الشارقة.